السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة هالة ابراهيم لكتشر بيدياتك نيفرولوجي. ان شاء الله النهاردة هشرح لكم موضوع عن الديسيوريا اند يورينري تراكت انفكشن. مبدئيا كده هنبدأ المحاضرة بتاعتنا بحالة 9 سنين بنت جات للعيادة بتاعتنا كومبلينينج اوف يورينري فريكوانسي انيوريسز اند ديسيوريا. Her mother said that she had these symptoms 2 times before. يعني الأعراض دي جت لها قبل كده مرتين. And she has history of chronic constipation. وعندها history إن عندها chronic constipation. Urine analysis was done and showed RBCs from 30 to 40 cell per high bar field. Protein plus 1. Bus cells 80 to 90 cell per high bar field. And the leukocyte esterase is positive. This is our case and مطلوب مني ان نعرف what is the diagnosis and how to confirm this diagnosis. مبدئيا كده ان انا اقدر اجاوب على الاسئلة دي علشان اعرف التشخيص لازم اعرف ايه مرض مهم جدا اسمه urinary tract infection. طبعا ده common infection بيحصل في الانفانسي and childhood وبيحصل غالبا في الفيميل بنسبة تقريبا حوالي 5% وفي الصبيان 1-2%، يعني تقريبا في ميل الى ميل بنسبة 5-1. طيب ايه سببه؟ سببه بيبقى انفكشن. طب ايه هو الكوست في اورجانيزم؟ في 80% من الحالات بيبقى الاشريشيا كولاي الايكولاي، والباقي ممكن يكون ستريبتوكوكس فيكاليس البروتياس كليبسيلا اند سودوموس. علشان يحصل اليورينري تراكت انفكشن في ريسك فاكتورز بتزود الاوكرنس بتاعه او ممكن تخليه يحصل مره واتنين. على سبيل المثال اول حاجه بالنسبه للعمر الايج اند 6، الاطفال اللي هم في اول سنه بيحصل اكتر في الصبيان. ليه؟ لان الصبيان دول بيبقوا اكتر عرضه للكونجنتال انوماليس او زي يورينري تراكت، وبالتالي في اول سنه اليو تي اي از مور كومن فين في البويز زين جيرلز. ليه؟ عشان الكونجنتال انوماليس اوف يورينري تراكت. طيب بعد كده during childhood لا، اليو تي اي بتبقى مور كومن في البنات عن الصبيان زي ما قلنا، بيوصل الايه الريشو بتاعها من 5-1، وده علشان البنات بيبقى عندها حاجه اسمها شورت يوريسرا، اليوريسرا بتاعتها بتبقى قصيره. غير كده كمان ايه الريسك فاكتورز؟ ان يكون الطفل ده عنده اصلا كونجنتال انوماليس اوف يورينري تراكت، الطفل ده عنده اوبستراكتيف يوروباسي، وبالتالي في ستيزيس لليورين في اليورينري تراكت، وده بالتالي بينكرج الايه الحدوث الايه الانفكشن. امثله على الكونجنتال انوماليس ان في يكون في ستريكشر يوريتر، ان يكون في ستونز، ان يكون في نيوروجينيك بلادر، كل دي اسباب هتخلي العيان ده عنده ايه ستيزيس في اليورين. الاوبستراكتيف يوروباسي كمان ممكن نلاقي ايه في بعض الحالات فيها حاجه اسمها ريفلوكس فيزايكو يوريتريك ريفلوكس، او اللي هو ايه ارتجاع من الايه من المثانه على اليوريتر وبيوصل كمان للكدني زي ما احنا شايفين كده. الصوره اللي قدامنا اللون الاصفر ده اليورين اللي راجع ماشي. اللي طبعا اللي عشان نشوف اللي هو الايه اللي فيزايكو يوريتريك ريفلوكس ده بنخلي العيان ايه بنحقن ايه صبغه ونخليه يعمل يورينيشن خلاص، ونصور اثناء اليورينيشن فاسمه ايه فويدنج يعني اثناء اليورينيشن سيستو يوريثروجرام خلاص، ان انت بتصوري البلادر ماشي او الايه يورين تراكت اثناء الطفل بيعمل ايه يورينيشن خلاص. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هو ما بيعمل يورينيشن ايه لقينا الصبغه بترجع لورا، فده اسمه ايه ريفلوكس. اليورين رجع من البلادر للايه لليوريتر، لو رجع لليوريتر بس زي اول واحده ده اسمها جريد 1 خلاص، رجع لليوريتر بس ما فيهوش دايليتيشن. جريد 2 رجع في اليوريتر وفي الكالسيس بقى اسمه جريد 2 بس ما فيهوش دايليتيشن برضه. جريد 3 بقى رجع في اليوريتر وفي الكالسيس ومعاهم دايليتيشن، طبعا ملاحظين الايه الحجم بتاع اليوريتر. جريد 4 بقى فيه دايليتد يوريتر اند تورشوس كمان تورشوس ايه يوريتر. جريد 5 دايليتد وتورشوست بزياده والايه والكاليسيس زي ما احنا شايفين كلها فارفلكس ودايليتيشن لدرجه ان هي ضغطت على الكورتكس وقللت السايز بتاع الايه الكورتكس بتاع الكدني خلاص، وبالتالي ايه بتاثر على ايه على الفانكشن. فطبعا ايه كل ده بيخلي فيه لايبني العيان الطفل ده يبقى عنده كل شويه يحصل له ايه ريكرنت يورينري تراكت انفكشن. غير كده كمان المال نوتريشن زي حالات البروتين انرجي مال نوتريشن اند فيتامين اي ديفيشنسي، البور برينيال هايجين، لو كل طفل كل شويه بيركب قسطره فريكوينت انستروميشن اوف ذا يورينري تراكت، طفل عنده كونستيبيشن، انسركمسايزد ميلز الطفل اللي ما اتطهرش الولد اللي ما اتطهرش، ولو في فاميلي هيستوري اوف ريكورنت يو تو اي برده بيبقى اورينري انوماليس بيبقى فيه ايه ريكورنس.
ايه اللي بيحصل وازاي بيحصل اليورينري تراكت انفكشن؟ لازم نفرق ان في حاجه اسمها لور يورينري تراكت انفكشن وحاجه اسمها ابر. اللور ده اللي هو في البلادر واليوريثرا، يوريثرايتس وسيستايتس. الابر اللي هي ايه؟ بايلايتس اند بايلونفرايتس، اللي هي التهابات في انسجه الكلى نفسها. خلاص كده. في الاطفال اللي هو في اول سنه في الانفانسي وفي النيونيت غالبا بيجي على الاثنين، يعني ما بيفرقش ما بين ابر ولور. بنشوف اكتر بقى اللور يو تي اي دي بي في الاطفال اللي هي الكبيره شويه. طيب طبعا زي ما احنا قلنا ان هي اليو تي اي في التشيلدرن يا اما يوريثرا وبلادر زي ما احنا شايفين في الصوره من تحت، او ايه افكت الكدني من فوق بايلاتس وبايلينوفرايتس، والاي كوست في اورجانيزم هو الايه الاي كول. طبعا طب الانفكشن ده بيوصل للكدني ازاي؟ خلاص قال لك في حاجه اسمها روتس اوف انفكشن، ماشي، اللي هو ايه؟ يا اما اسيندنج انفكشن طالع من فوق، البكتيريا ايه بتدخل ايه من اليوريثرا على البلادر، ولو في ريفلكس هيرجع كمان على اليوريثرا ويرجع على الكدني ويعمل لي بايلونفرايتس. خلاص فده اسمه اسيندنج انفكشن، او بلاد بكتيريميا بقى او هيماتوجينس ايه انفكشن اللي احنا بنقول عليه ايه بكتيريميا. خلاص في اذر روت اللي هو دايركت اكستنشن والليمفاتوجينيك وده رير. يبقى الموست كومون هو الاسيندنج، يجي بعديه الهيماتوجينس، والهيماتوجينس ده غالبا بنشوفه برده في الايه في الايج الصغير بتاع النيونيت والانفانسي. خلاص يبقى الروس اوف انفكشن هيماتوجينس غالبا في الاي نيبورن والانفانسي، الاسيندنج ده الموست كومن والليمفاتيك رير. كلينيكال بريزنتيشن بقى الطفل بيشتكي من ايه او ايه المشكله دي بتختلف حسب هي اكيوت يو تي اي ولا هي كرونيك وريكرنت يو تي اي. الحالات الاكيوت دي حسب الايدج، يعني في النيوبورن هيجي بالصوره بتاعه السيبسيس بالظبط. يعني ايه؟ يعني فيفر، ممكن فيفر او درجه الحراره قليله، ما بيرجع، ما بياكلش كويس، ممكن يجي بتشنجات، فيلير تو سرايف، فالايه بيكتشر اوف ايه سيبتسيميا. ده في النيوبورن. طيب في الايدج الكبير شويه اللي هو من اول ايه سنه لحد ايه 5 سنين، ممكن نلاقي معاه دايريا، فومتنج، فيفر. مهم جدا الريتابيليتي، تلاقي الطفل مش على بعضه خصوصا هو اثناء وهو بيعمل حمام. الطفل الكبير شويه 4-5 سنين ممكن يقول لمامته ان هو عنده ايه بيعمل في حرقان في البول اثناء الايه وهو بيعمل حمام بيبي مثلا، في ايه ديسيوريا او في حرقان. تلاقي الام نفسها ممكن تلاحظ ان ريحه البول بتاع ابنها سترونج سميلنج، ريحته قويه او ريحته وحشه. كل دي اعراض ممكن نلاقيها في الانفانسي والبريسكو. نيجي بقى على العمر الاكبر بقى، بيبقى برده ممكن نلاقي معاه فيفر وفومتنج برده، ودي خصوصا بصوا الفيفر والفومتنج واللويم بين، الثلاث حاجات دول بتوع ابر، بتوع ايه اللي هم الايه ابر يو تي اي اللي هو البايلونفرايتس. خلاص لكن اللور يو تي اي اللي هو اللي معظم بيجي للناس اللي زينا والفيميل وخصوصا في السكول ايج، ده بيسموه لور يو تي اي اللي هو السيستايتس او اليورثرايتس، ده ما بيبقاش معاه لا فيفر ولا فومتنج ولا لويم بين، ده بيجي بديسيوريا اللي هو ايه يقول لك ايه في حرقان في البول. تيجي البنت تقول لك ايه ده انا بدخل الحمام راحه جايه فريكوانسي، ده في دريبلنج الميه بتنقط. ماشي كل دي ايه دي اعراض اللي هي الايه اللور يو تي اي او اللي هي الديسيوريا. فالفيفر والفومتنج واللوين بين دي ابر. اللي سوبرا بيوبك بين بقى دي مع السيستايتس، السترونج سميلنج او الباد سميلنج يورين، فريكوانسي، ايرجنسي، دريبلنج، النكتورنال انيوريسيس تعمل على حمام على نفسها بالليل، كل دي اعراض ايه اللور. ماشي غير كمان الاسيمتوماتيك باكتريوريا ودي بتحصل في السكولدن. كومبليكيشن بقى الاعراض بقى اللي هي بتاعت الريكرنت او الكرونيك يو تي اي، دي مشكله الريكرنت هو كل مره هيجي بالاعراض دي، هيجي برده بديسيوريا وفريكوانسي، ممكن يجي لك فيفر فومتنج، الاعراض بتاعت الاكيوت. بس معرف مره بقى لا هتلاقي في اعراض كمان زادت. طفل اللي اصلا عنده يو تي اي على طول اللي هم اللي عندهم كونجنتال انوماليس في الكدني ومركب قسطره على طول، ده على طول عنده يو تي اي، فتلاقي فيلير تصرف ما بيكبرش من كتر الانفكشن. بيحصل بقى الريكرنت بايلونفرايتس بتعمل حاجه اسمها رينال سكارينج، فتافكت الفلتريشن بتاع الكدني، الفلتريشن فانكشن، وتافكت وظايف الكلى، فيبقى عنده ضغطه عالي، بروجريسيف ديوريشن اوف رينال فانكشن، بروجريسيف انيميا، ممكن يتهب رينال فيلير طبعا، وحدوث الفيزايكو يوريترال ريفلكس زي ما قلنا، وحدوث الايه الريفلكس نفروباسي. احنا قلنا الريفلكس 5 جريدز، في الجريدز 5 خلاص هو الايه اليورين اللي راجع على الكدني ورا ده عامل له هايدرونفروزس وضغط على الانسجه بتاعت الكدني، وبالتالي بايه خلي الكورتكس بيحصل له كورتيكال سيننج، والكورتكس ده هو المسؤول عن الايه عن الفلتريشن، فخلاص الايه بيعمل حاجه اسمها ريفلوكس نفروباسي وينتهي برينال. هشخصها ازاي؟ كلينيكال بريزنتيشن زي ما قلنا، في فار فومتنج، ابدومينال بين، لوين بين او سوبرا بيوبك بين مع ديسيوريا وفريكوانسي، الاعراض بتاعه الايه اليو تي اي مع شويه تحاليل. اول حاجه اي حاله بتيجي تشتكي من اعراض انا شاكك ان هي يو تي اي بروح اعمل لها تحليل بول. تحليل بول هلاقي فيه ايه؟ اول حاجه الاقي فيها خلايا صديديه اللي هي بيسموها باس سيلز او بايوريا، بتبقى اكتر من 5 سيل بير هاي باور فيل.
تاني حاجه ممكن الاقي مينيمال سيجنيفيكانت بروتونوريا، دي بلاقيها غالبا في حاله البايرونفرايتس اكتر. ماشي. تالت حاجه بلاقي حاجه اسمها اليوكوسايت كاست، ودي سبيسيفيك للبايرونفرايتس، يعني انا ما الاقيش كاستات مع السيستايتس، كاستات بنشوفها في البايرونفرايتس. ممكن الاقي فيو ار بي سيز مينيمال هيماتوريا، ونيفر ان انا الاقي معاها ار بي سيز كاست، لان ار بي سيز كاست دي معناها جلومينفرايتس خلاص. لكن ايه الفيو ار بي سيز مينيمال هيماتوريا من اليورينري تراكت ما بتعمليش كاستات. ليوكوسايت استريس ده ديتكت بايوريا، فبلاقيه بوزيتيف ايه في الحالات. ونخلي بالنا من الحاجات اللي هي زي الليوكوسايت استريس وزي النيترايت، لما نلاقيهم نعرف ان الحاله دي غالبا انفكشن خلاص. يبقى الليوكوسايت استريس ده ديتكت بايوريا. النيترايت ده بيتكون امتى؟ بيتكون لما يبقى فيه بكتيريا في اليورين واليورين ده استجنيتد اكتر من 4 ساعات خلاص. يبقى جرام نيجاتيف بكتيريا في اليورين وهو ايه كان في حصل له استيزس او استجنيشن في البلادر اكتر من 4 ساعات، فبيبدا يطلع الايه النيترايتس دي خلاص. يبقى ممكن الاقي باص سيلز اكتر من 5، الاقي ليكوسايت استريس بوزيتيف، نيترايت ايه بوزيتيف، الليكوسايت كاست هشوفها بس في البايونفرايتس، وايه والهيماتوريا ممكن الاقيها بس ما الاقيش ربيسس كاست. تاني حاجه بعمل ايه؟ بعمل يورين كلشر، بزرع اليورين ده علشان اشوف ايه الكولوني كاونت بتاعه خلاص. يورين مي خلي بالك بس ايه، ان انت لما بتيجي تحصل عينه البول لازم تكون عينه البول دي يعني ايه نوت كونتامينيتد، ما حصلهاش كونتامينيشن. عشان كده بعملها ازاي، باخدها ازاي، اما ميد ستريم اللي هو في نص اثناء ما الطفل بيعمل ايه يورين، ودي بعرف اعملها في الطفل الكبير شويه، اقول له ايه تعمل يورين الاول شويه بره الايه الكونتينر، وبعد كده اعمل الباقي في الكونتينر، او ان انا اركب له قسطره واخده دايركت من البلادر، او ان انا ايه اللي هي البيركوتونيا السوبرا بيوبيك اسبيريشن اللي هو باخد بابره من البلادر مباشره، بدخل ايه سرنجه سوبرا بيوبيك في المنطقه الايه سوبرا بيوبيك، ودي بعملها غالبا في النيونيت. طيب هشخص ازاي؟ قال والله لو انا لقيت 100,000 اورجانيزم في الملي اوف سنجل اورجانيزم، ودي حاجه مهمه جدا، لازم يكون سنجل اورجانيزم، دي معناها اكتيف يوتروس. لقيت اقل من 100,000 اورجانيزم لكل ملي، او لقيت 2 او اكتر اورجانيزمس، معناها ان العينه دي كونتامينيتد. يبقى عشان اقول ان دي اكتيف يو تو اي لازم يكون اكتر من 100,000 اورجانيزم، يكون سنجل اورجانيزم. غير كده بقى ايه، ده طبعا دي الايه الميثودز اللي انا باخد منها الاسترايل باج زي ما انتم شايفينها اللي هي نمبر ايه ديت ايه كيسه كده بتبقى استرايل، بنجيبها من المعمل وبيحطها على الطفل كده عشان يجمع يورين، او سوبرا بيوبيك الصوره اللي احنا شايفينها اللي هي ايه بالسرنجه اللي هي رقم ايه بي، او الايه اللي هي الايه اللي بعملها بعد كده يورين ستورج وايه وانقله في حاجه طبعا ايه تكون علشان ما يحصلوش كونتامينيشن. تالت حاجه بعمل رينال فانكشن، ودي بحتاجها غالبا في الحالات اللي هي فيها بايلونفرايتس والريكورنت يو تي ار خلاص. يبقى عامل بلاد يوريا نيتروجين اند كرياتينين ماشي، دي بقى في حالات بتبقى امبيرد في الكرونيك بايلونفرايتس ورينال سكار. طب لو حاله بقى ريكورنت وكل شويه جايه لي بايه بريكورنت يو تي اي، لازم ادور على ايه الريسك فاكتور خلاص. ماشي. لو ما لقيتش ريسك فاكتور بقى لازم اعمل رينال الترا ساوند، اشوف لو الحاله دي لو هي فيها هايدرونفروزيس، اشك ان هي يكون فيها ريفلوكس، واعمل حاجه اسمها فويدنج سيستيوريسوجرام، اعمل انترافينوس بايلوجرام، اعمل ايه رينال سكاننج، اشوف الفانكشن بتاع الكيدني دي اشوفها متاثره ولا لا. يبقى رينال ايه الترا ساوند، انترافينوس بايلوجرام، الفويدنج سيستيوريسوجرام اللي هو ايه بيكسكلود الريفلوكس نيفروباسي حالات الفيزايكوروتوريك ريفلوكس، ورينال سكاننج عشان لو اي في اي فانكشن تشينج. طيب هعالجها ازاي بقى؟ لا بصوا، مجرد ما انا شخصت ولقيت في باسيلز عاليه وشخصت ان الحاله دي اي لازم ابدا ايه انتيبايوتيك خلاص، ما بنتظرش نتيجه الايه الكالتشر، بسحب باخد عينه للكالتشر وابدا انتيبايوتيك يا اما الصلفه او امبيسيلين. بعد كده لما الكالتشر تظهر ايه اللي بشوف، لو هي الادويه دي افكتيف في الايه تريتمنت بكمل عليه، لو هي ايه نوت افكتيف ممكن السويتش بغير الانتيبيوتيك ايه اللي طالع في المزرعه. طبعا العلاج ده بيستمر لمده ايه اسبوعين، وبعد ايه بعد ما الطفل يخف بعدها باسبوعين بعيد تحليل البول تاني ماشي، وايه ممكن اعيده كمان سنه وسنتين كمان. طبعا دي امثله للايه للادويه اللي انا ممكن استخدمها في حالات الايه الاي. نرجع للحاله بتاعتنا، حاله بنت 9 سنين جت العياده بتاعتنا كومبلينج اوف يورينري فريكوانسي نيوريسيز اند ديسيوريا. طبعا يورين الفريكوانسي ونيرسيز ديسيوريا دي اعراض سيستايتس، ومامتها قالت ان عندها هيستوري ان الحاله دي اتكررت قبل كده، يبقى دي اسمها ريكورنت يو تي اي خلاص. طيب قالت ان هي عندها هيستوري اوف كرونيك كونستيبيشن، ولما عملنا تحليل البول لقينا في ار بي سيز هيماتوريا من 30 ل 40 خلاص، ولقينا في بايوريا باسيز من 80 ل 90، ولقينا في بروتين بلس 1 وليكوسايد استريز ايه از بوزيتيف، فدي ماشيه خالص ان دي ايه ده يجمعها يورينري تراكت انفكشن.
يبقى الدياجنوزز دي حاله ريكورنت يورينري تراكت انفيكشن سيستايتس. ازاي ان انا اكونفيرم ذيس دياجنوز؟ ان انا اعمل كلتشر بكتيرولوجيكال اكزامينشن اوف يورين او كولوني كاونت اللي هو اليورين ايه كلتشر. طبعا زي ما قلنا لو لقينا ايه ميد ستريم يورين سامبل، لو لقينا 100,000 اورجانيزم لكل ملي اوف سنجل اورجانيزم ده خلاص اكتيف يو تي اي. لقيت 2 اورجانيزمز او لقيتهم اقل من 100,000 دي كونتامينشن. طيب ايه الريسك فاكتورز اللي موجوده في البنت دي؟ اول حاجه ان هي فيميل، والفيميل الفيميل قلنا ريسك فاكتور عشان الشورت يوريثرا. تاني حاجه ان البنت عندها كرونيك كونستيبيشن خلاص كده. طيب طبعا الكونستيبيشن بيبقى مخلي الريكتوم فول اوف ستول، فهو بيبقى ضاغط على البلادر وبيعمل استيزس لليورين، ده اللي بيخليه عنده ريكورنت يو تي اي. طب وات از ذا موست كومن اورجانيزم فور ذيس ديزيز؟ ايه الموست كومن اورجانيزم فور يو تي اي؟ هي الايكولاي بنسبه 80%، لكن الحاجات التانية كلها 20%، الستريبتوكوكس فيكاليس والبروتياس والكليبسيلا والسودوموناس. مهم جدا بقى كمان اعرف ايه ما دام قلنا يو تي اي وقلنا مهم من الحالات دي الريسك فاكتور فيها كونجنتال انوماليس اوف ذا كيدني اند يورينري تراكت، نعرف ايه هنت صغير على الايه على الانوماليس اللي ممكن تحصل في الكيدني اند يورينري تراكت. امثال الكونجنتال انوماليس اوف ذا كيدني زي الرينال اجينيسيس اللي هي كيدني مش موجوده اصلا، رينال ديسبليزيا اند هايبوبليزيا يا اما الانسجه بتاعتها فيها مشكله او هي حجمها صغير، رينال فيوجن اند اكتوبيا الاثنين كيدني موصلين بعض اللي احنا بنقول عليها هورس شو كيدني، اند اكتوبيا يعني في مجال غير مكانها، بوليسيستيك ديزيز اوف ذا كيدني ورينال توبولار ديز اوردرز. خلاص نعرف بس ان في حاجه اسمها بوليسيستيك ديزيز اوف ذا كيدني زي ما احنا شايفين الصوره معبره، الصوره اللي على الشمال دي النورمال كيدني واللي على اليمين دي البوليسيستيك كيدني. الكيدني كلها عباره عن سيستات زي ما احنا شايفين، في منها نوعين، في حاجه اسمها اوتوسومال ريسيسيف او اللي هي انفانتايل بوليسيستيك كيدني ديزيز، وفي اوتوسومال دوميننت اللي هي الادلت بوليسيستيك كيدني ديزيز. من الاخر الاوتوسومال ريسيسيف دي اللي بتيجي في الاطفال من بدري في السن الصغير وبيخش في رينال فيلر بدري، يعني على 10-15 سنة بيكون محتاج دياليسيس. الليسومال دومنانت دي بتاعت الأدلت بتيجي في الناس الكبار، بيبقى ديسكفرد اصلا اكسيدنتالي عند 30-40 سنة وبيخش في رينال فيلر عند 50-60 سنة. خلاص كده الاوتوسومال ايه ريسيسيف دي بيبقى معاها ايه بنشخصها من بدري بالفيتال الترا ساوند، تلاقي الام ايه الدكتور بتاع السونار وهو بيعملها سونار وهي حامل يقول لها ان الكدني حجمها كبير لارج ايكوجينيك كدني، وتلاقي عندها اولجو هيدرامنوس خلاص. لكن السومال دومينانت لا ما بيظهرش اي اعراض غير ايه غير متاخر. السومال ريسيسيف ما بيبقاش سيست الكدني بس، بيبقى فيه كمان في الليفر خلاص. السومال دومينانت بلاقي في الليفر كمان وبلاقي في البنكرياس والسبلين، وبتبقى فاريبل سايز، لكن دي السومال ريسيسيف بيبقى حجمها كبير. السومال ريسيسيف مشكلتها طبعا ان هي من بدري خالص بيبقى سيفير هايبرتنشن وهيباتيك فايبروزيس وبيلياري ديجينيسيس، وبيبقى في حاجه اسمها بوتر سيكونس ان الطفل ده اصلا بيتولد عنده حاجه اسمها بوتر سيكونس او البوتر فيش، تلاقي وشه مطبق. السومال دومينانت بقى برده بيبقى فيه هايبرتنشن ورينال انسفيشنسي، وطبعا كل ما بيكبر بيحصل رينال ديتوريشن وفي الاخر بيحتاج دايس. طب بالنسبه للايه الكونجنتال انوميس اوف ذا يورينري تراكت، ودي اللي ايه غالبا بلاقي معاها ريكورنت يو تي اي ماشي، اللي هي الحالات اللي بيبقى فيها اوبستراكتيف ايه يوروباسي يورينري اوبستراكشن، لان الاوبستراكشن ده اولا بيزود البريشر اللي موجود في البلفيس اوف ذا كيدني ورينال تبيولز، وبالتالي بيأثر على الفلتريشن فانكشن اوف ذا كيدني. تاني حاجه ريتينشن اوف اليورين في قلب الايه يورينري تراكت ده بيخليه ايه في ستيزس كده، وبيخلي في لايبيليتي يحصل ريكورنت يو تي اي وبرولونجد انفكشن، والانفكشن نفسه هيأثر برده على الفانكشن بتاعت الكيدني. امثلتها طبعا الاشهر موست كومن البلفي يوريتريك جانكشن اوبستراكشن، ان تلاقي اليوريتر دوبليكيتد في ستنوزس كونجنتال فيزيكو يوريترال ريفلوكس دايفركيشن اوف ذا بلادر كونجنتال بلادر نيك اوبستراكشن البستيريو ريسر فالف 1:200 عن البستيريو ريسر فالف. طبعا ده كومن في الميل. الحاله دي بيبقى فيها ايه زي ما احنا شايفين، بص الصوره اللي الشمال نورمال يورينري ايه سيستم، واليورين بيكون في الكيدني ينزل في اليوريتر ينزل في البلادر من اليوريسا ويعمل اليورينيشن. اللي بيحصل بقى ان ايه في البوستيريور فالف ان بيبقى فيه تيشو بلوكنج اليوريثرا من بدايتها كده، فبيسموه البوستيريور يوريثرال ايه فالف خلاص، وبالتالي اليورين هيبقى ايه استجنيتد في البلادر وبيحصل له ريفلوكس يرجع على اليوريتر ويرجع على الكيدني، فزي ما احنا شايفين دايليتد تورشس ايه يوريتر وكيدني ويعمل هيدرونفروزس. طبعا الحاله دي بتتشخص من بدري، المفروض تتشخص انتي نيتال بالسونار ماشي. فنلاقي في ايه في السونار هيدرونفروزس وانلارجد والبلادر كبيره ماشي. ممكن تيجي في النيونيت كاسيبسز في الانفنت والتشيلدرن ذا ستريم اوف يورين از سين انتربتد ويز دريبلينج اور ايفن نيو يورين نو يورين ويز انلارجد هايبرتروفايد بلادر.
خلاص يعني الاقي في مشاكل في الاستريم بتاع الايه اليورين. بشخصها ازاي؟ بشخصها بالايه فويدنج سيستويروسوجرام او الميكتوريتنج ايه سيستوجرافي او يوريثروسكوبي، وزي ما احنا شايفين في الصوره اهوت الاوبستراكشن ايه واضح خالص اهوت ايه في الصوره والصبغه مبينه. العلاج بفور بيرس ممكن ان هي لو حاله سيفير وعامله بقى ايه عامله رينال فيلر للطفل وهو انترايت تايم، ممكن احتاج اعمل انسيشن اوف سوبرا بلادر كاستر تو درين ذا فيتال يورين انتو ذا امنيوتك فلويد. وبعد الولاده طبعا لازم يعمل ايه دايركت سيرجيكال تريتمنت فور ذا فالف اند برولونج بوست اوبرتيف ايه اوبزرفيشن، بيعمل عمليه على طول بيعمل فالف بلاست ايه الايه الولاده مباشره ما نستناش طبعا لان الحالات دي ممكن تخش في رينال فيلر لو ايه اتاخرت. And thank you.